مظبوط مظبوط جدا، لان أيوه. النادي الاهلي مع مارسيل كولر أيوه. بيضغط على اي حد. الله ينور عليك. الراجل ضغط على ريال مدريد شخصيا، الله ينور عليك، هيعمل ايه في صن داونز؟ فاعتقد ان هي زي ما نقطه قوه بالنسبه لنادي صن داونز ان هم بيخرجوا بالكوره على الارض، ان هم في نفس الوقت ما قابلوش فريق بيطبق الضغط العالي بالشراسه اللي بيطبقها النادي الاهلي، لدرجه ان هو في بعض الاوقات كان بينجح قصاد ريال مدريد. خلينا نتكلم ان فريق صن داونز استقبل في المجموعه هدف وحيد قدام القطن الكاميروني، كان بسبب ان الفريق وهو بيخرج بالكوره وقت الضغط ما نجحش، او اللاعب بتاع الارتجاز اللي استلم الكوره ما نجحش ان هو يتعامل معها بافضل شكل ممكن. واعتقد هنا نقطه مارسيل كولر ونقطه قوه النادي الاهلي ان هم يلعبوا على النقطه دي كويس بشكل مهم جدا. هو انت جيت لي في ملعبي، وخاصه بقى ان انت لو قطعت علي منهم الكوره الباكين دايما طايرين، قلب الملعب ما فيهوش غير الاثنين مدافعين. وخلينا نجيب الحاله اللي احنا جايبينها لهدف القطن الكاميروني ونشوف ان ازاي لو قدرت تستخلص منهم الكره ممكن تشكل خطوره. دي يعني دي يمكن اللقطه الثانيه، كان في لقطه اولى قبلها لو عرفنا نجيب اللقطه الاولى يا جماعه. يعني دي لقطه استخلاص الكره. كان في لقطه قبلها والباص بيتعمل، اللعيب بتاع صن داونز اللي على الدايره، الراجل اللي قطع منه الكره ده جاي من ورا تماما، جاي من العدم، طلع عمل عليه الضغط، نجح ان هو يستخلص منه الكوره في عمليه البيلد اب او بناء الهجمه بتاعه نادي صن داونز. خلينا نشوف اللقطه بعد كده، المنظر كمان كان شكله عامل ازاي. دي اللقطه الاولى هنا الباص وهو لسه بيخرج من صن داونز في عمليه التدرج بالكوره، دي كانت اللقطه الاولى للاعب اللي هو عليه السهم ده. وبعدين اللقطه اللي احنا شفناها من شويه، عمليه ان ازاي اللاعب فشل في استلام الكوره ونادي القطن استغل الكوره. ممكن بقى نمشي باقي الحلقه ونشوف الدنيا هتوصل ازاي. ده اللاعب اللي استخلص الكوره من شويه، هنشوف هو بيخرج، وقلب ملعب صن داونز ما فيهوش غير الاثنين مدافعين، لان دايما الباكات بتاعهم طايرين. الحاله دي هتكمل بعد كده لما نشوف باقي اللقطه، هتكمل بالتسديده دي اللي سجل منها القطن الكاميروني هدفه الوحيد قدام صن داونز. واحنا هنا بنتكلم ان بكل تاكيد النادي الاهلي ومنظومه مارسيل كولر معتاده على الضغط بشكل افضل، جيدين في الضغط بشكل افضل. فمع استمرار نادي صن داونز في عمليه البناء بشكل مستمر من تحت مع ضغط النادي الاهلي، ممكن ده يكون يصنع فرص كبيره بالنسبه للنادي الاهلي. عظيم جدا.